الله وبركاته. معكم مربي الافاعي معتز نكور من القدس، محافظه القدس، طوارئ وافاعي القدس، قصيد الافاعي. اليوم راح انا جايكم على مخيم العروب، مخيم العروب اللي انا بعتز فيه، المخيم العروب اللي انا دائما بتني على اللجنه التطوعيه الموجوده فيه، بتتكون من الشباب الطيار، واليوم حبوا يعملوا لكم شيء انتم تستفيدوا منه. طبعا وراح انشر الفيديو عبر قناة اليوتيوب، ان شاء الله راح تستفيدوا، وان شاء الله عقبال مخيمات الشباب بخارج البلد تكون ترجع لبلدنا فلسطين الحبيبة. ومين منكم ما بحب فلسطين؟ كلنا بنحب فلسطين. كلنا بنحب فلسطين صح؟ صح. احنا كلنا كفلسطينية بنحب بعض، وكلنا بنحب دير بال على جيل حلو زيكم. طبعا الافاعي بشكل عام موجود عندنا في فلسطين، وفي منهم الاخضر وفي منهم غير صف ومعتدل صف. طيب لجنه اللاجئ التطوع لمخيم العروب والمسؤولين الاخ محمد طه العذاربه والاخ ايهاب محمد ابريه وجميع الشباب، هذول حبوا يعملوا لكم لجنه تطوع يساعدوكم في المخيم. احنا بنحكي لهم شكرا. نتمنى لهم التوفيق والشكر في مخيم السمود ومخيم العبود، لانه جميع المخيمات الفلسطينيه مخيم سمود. وهذا المركز اسمه قاعات ومركز شباب العبود الاجتماعي والثقافي، بنوجه له كمان تحيه. بنحكي اخر شيء رحم الله شهداء الاقصى وفلسطين واسكنهم فسيح جناته، والافراج عن اسرانا البواسل في سجون الاحتلال مع ابيض امانينا امان امنياتنا لكم والمخيم العروف اللي انتم منه واللي انا مبسوط ان انا فيه. الافاعي عندنا في فلسطين تنقسم لثلاث مراحل: افاعي سامه ومعتدل سام وغير سام. الافاعي السامة بعيش في فلسطين، بعيش في فلسطين خمس ست انواع، ومن اخطرها وابرزها لنا اربع افاعي سامة. النوع الاول اللي دائما انا بحذر منه افعى فلسطين. مين منا ما بيعرف افعى فلسطين؟ جميعكم بتعرفوا افعى فلسطين، افعى سامة فتاكة ما نلعب فيها بايدينا ولا نكرب عليها، لان هي افعى سامه جدا. منها السنه المركب لدغال واحد بالاردن، في ما زال بالاردن بصير منها لدغال، ولكن فلسطين بصير عندنا لدغال. اللدغه اللي هي العطه والكرصه السامه. طبعا هاي الافعى دائما مسببه بحالات وفاه، يعني ناس بتموت منها، خاصة الأطفال اللي من جيلكم. أنا اليوم حابب أنبهكم من هاي الأفعى. أفعى فلسطين مميزة، هي بتوصل ل 80 سم، أكيد 80 سم أقل من نص، من أقل من متر. أحياناً تطلع لمتر و20. أفعى فلسطين ليش سموها أفعى فلسطين؟ حتى بالاسم العلمي بالإنجليزي فيبرا أند سميث فلسطين، يعني إنه حتى بأمريكا روسيا وين ما تروحوا عند الأجانب معروف إنها حي فلسطين. ليش؟ لأنه أفعى فلسطين بتعيش في فلسطين، موجودة عندنا في فلسطين، فوصلت الأردن، وصلت سوريا، وصارت في الشرق الأوسط معروفة أفعى فلسطين. رغم إنها سامة، ولكن إحنا نذكر فيها دائماً إنه أفعى فلسطين عاصمة بلدنا. ولكن هذا الشيء ما بدعي إنه أنا ألعب بهاي الأفعى. أفعى هاي عليها نبيل. نبيل في فرق بين أفعى السامة وغير سامة، إنه هاي إلها أنياب وهذيك إلها أسنان. فرق بين الأنياب والأسنان إنه الأنياب بتطلع سام، عندها كيس غدد سمية، كيس غدد سمية عن طريق بفرز السم هاي الحية اللي حدا لعب فيها. لذلك شو علينا لازم نعمل في فلسطين لما نشوفها؟ نبعد عنها، ما نلعب فيها، وبجميع الأفاعي ما نقرب عليها، مفهوم؟ لأنه هذا الشيء بوجه حياتكم للخطر، إحنا دائما بدنا إياكم ونحبكم. الحية هاي طبعا هي عنيفة جدا، يعني هي بتقدر تعطيكم ثلاث لبغات ورا بعض، اللبغة الأولى فيها أربع خطوات سامة، كل خطوة بتقتل شخص.
يعني اذا واحد مسك حي فلسطيني بايده راح تقتله. لهيك منع بتاتا من الافاعي السامه انه تقرب عليه. هاي بالنسبه لافعي فلسطين. الافعى الثانيه نكمل مع أفعى التراجم البشرية زي ما حكينا بالأولى أفعى الفلسطين السامة. طبعاً هاي كمان أفعى السامة التراجم البشرية هاي تعتبر من الثاني أفضل نوع شفر وزرق عشان شفر وزرق الأردن فلسطين سوريا مصر السعودية كل المحيط العربي هذا اسمه شفر وزرق. هاي الأفعى درجة الحرارة العالية ولكن هي السمرة خطيرة جدا، ثاني أخطر نوع بالشرق الأوسط، يعني مش بس فلسطين ولا بس جميع الشرق الأوسط. هاي الحية، هاي معي هاي، شوفوا. هاي حية أفعى سامة خطيرة جدا. هاي ليس مع الشاشة. حراشة البشرية هاي عليها جدا سامة. سامة أفعى فلسطين تعمل على تجمد الدم، هاي تعمل على تمنع الشاشة. يصير دم أخوان ماتت. يصير الدم يتدفق يطلع من كل جسم. أفعى عنيفة مش محمزة. تتوتش كثير، تكبر بس 60 سنتيم. طبعا انت تنزل صوت مش طبقي افاعي غني تنزل صوت عن طريق الفراشه اللي هي بتحرك صوت هاي حيه عمرها سنتين هاي عمرها سنتين مش فرق ولكن هاي الحيه ما بتكبر كثير بس ولكن عنيفه جدا يعني بتوصل ل 60 سم 80 سم بس حية وسط يعني ما فينا محمد شوفوا كيف حركتها اخوان شوفوا كيف حركتها تمشي جمال الافاعي الصحراويه بتنط لذلك اذا احنا صدقناها بالشارع ما بنلعب معها ولا بنمزح معها لانها قطعه خطيره مش بس انه خطيره حركاتها يعني بتكون تخلي حالها ماشيه مره واحده بتنط عليها لأن الحية هي تعتبر من أوسخ الأفاعي شو ممكن حركة التسريع مثل الأفاعي اللي نشوفها بنشر الجغرافي حكينا من عائلة الكوبرا ما في معها مزح لأنه هذا النوع يشبه كبير جدا من الثعابين الاسود مثل العربين والافاعي الاخرى. وهذا دائما صحراوي يعني بيعيش باريحه بزعتر عندنا فلسطين. سام جدا ما في معه مزح. طبعا بكون جسمه على مستوى راسه ولكن راسه شوي اكبر. بكون كله سواد غط ولكن في كمان عندنا نوع اللي هو الخبيث الاسود. الخبيث الاسود. هذا الخبيث الاسود كلنا بنعرفه ولكن كثير ناس بتخربط بينه وبين العربيد. العربيد بصير لونه اسود بعد المتر و20 سم، اقل من المتر و20 سم بكون لونه بني النقط باللون الاسود. فرخ العربيد بكون بالشكل هذا. في كثير ناس بتخربط بين الخبيط بتفكر الخبيط فرخ ولا العربيد. هاي معلومه خطا. عشان احنا نكون واعيين بجميع الافاعي ما بنلعب، ولكن العربيد كيف بدنا نعرف انه عربيد؟ بكون اسود ومن تحت راسه شوي بياض، مبين معنا صح ولا لا؟ صحيح. ولكن الخبيث بكون طوله ببلش بالحجم هذا ولكن اسود، احنا ما بنفكره عربيد، بكون هو بذات نفسه خبيث وبيعمل حركات خبيثه. ليش سموه خبيث؟ لانه حركاته خبيثه. بخلي حاله قاعد ومره واحده زي زنبرك بنط. ماشي؟ هذا الفرخ اخوان يعني العلاج تاعه ما في بالضفه نادر جدا ولكن علاجه بيكون بالمستشفيات
بقداس عين كارم او بالرمبم بريحه ومرض 60 سم قليل ما يصل ل 70 سم اكثر من متر يعني. فاهمين ايش يعني متر ونص متر و70 سم؟ يعني اي شيء اقل من متر احنا ما بنلحق فيه. يعني اذا مصدف اقع بالشارع اصغر، اذا مصدف اقع بالشارع ما بنلعب فيها، لانه جميع الافاعي هي بتاذينا مش ما بتاذيناش. ماشي؟ لانه الافاعي ايوه لا ما بنأذيها، ولكن نبعد عن السام. طبعا الخبيث الاسود عرفتوا صورته كيف صح؟ كان عندي بالاولى افعد فلسطين شفناها كلنا صح ولا لا؟ وكان عندنا الحرش المنشرية شفناها كلنا صح؟ وبعديها الصل الأسود اللي حكينا وحذرنا عنه من عائلة الكوبرا. هذا ما في منه بمناطق الخليل، ممكن يكون فيه بزعتر بيت لحم لأنه منطقة عالية الحرارة بيعيش زيه زي الأفاعي البقية. طبعا جميع الأفاعي السامة بتحب الحرارة كثير، ولكن هاي الأفاعي بتعيش أغلبها بالصحراء. وفي عندنا في النقب اللي هو بير السبع في الافاعي القرعاء او الافاعي القرنيه مش موجود منها بالضفه، ونادر جدا ما يطلع منها بالضفه او بشقيه الخليل والمناطق هذه. بيكون الافاعي القرنيه والافاعي هاي مناطق صحراويه عاليه الحراره. بعدين احنا بنفوت على الافاعي معتدله سام. ايش يعني معتدله سام؟ بكون افاعي سم خفيف زي ما حكى معتدل السم، يعني بتأثر السم اللي فيها على الفريسة اللي هي بدك كلها. مثلا أفعة الفئران هاي أقوى حية فلسطين، أقوى من العربية. بس في ناس بتفكر العربية إنه بلف وبقطع، هذه كلمة جمل مش صحيحة. العربية ما بلف ولا بقطع، ولكن هاي أفعى قوية جدا. بيجيها مثلا فوق العين زي الكوز مميزة، وبيجي لونها بني فاتح على شوي سواد على حمار. هاي الأفعى بتتغذى على أفاعي سامة وغير سامة لأنه هي مفيدة للطبيعة، فيجب علينا عدم قتلها رغم أنه هي معتدلة السامة، ولكن أنيابها بيجي بآخر تمة مش في المقدمة زي الأفاعي فلسطين اللي فجرت فيها أول أربع أفاعي. لا، هاي مختلفة كليا. بكون الأنياب تعونها بآخر تمة عند الحلق. الأنياب هاي بس للفريسة، ولكن هي بتتغذى زي ما حكينا على أفعى فلسطين بتكلها جميع الافاعي السامه بتتغذى عليها. لهيك هاي بتساعدنا على التخلص من الافاعي السام. واحنا دائما نحكي عدم قتل الافاعي لانه في افاعي زي هاي مفيده جدا، يعني بتتغذى على افاعي سامه. استفدتوا اكيد من المعلومات هاي صحيح؟ اسمع صوتكم صحيح؟ صحيح. الله عليكم. برضو هاي افعى اسمها القط الجبلي، ألوانها مميزة وحلوة، بيجي لونها بني على سكني وعند راسها عن جد هي بتشبه شوي القط من عند ورا ظهرها، ولكن لونها حلو مميز وطولها ما بكبر كثير بتوصل لمتر. وهي برضه أفعى معتدلة سم، يعني سم خفيف. موجود منها في الخليل، مش موجود، موجود منها في كل مناطق فلسطين. هاي معتدلة سم بتعيش ب جميع المناطق، وبتحب المديان وبتحب المكان عالية الحرارة وفيها شوية رطوبة. بتاكل ضفادع، بتاكل سحالب، بتاكل الطيور، يعني دائما جميع الأفاعي بتفوت على قشوش العصافير بتفوت هذا. جميع الأفاعي تتغذى، بتحب الأفاعي تتغذى على القوارض. القوارض إيش هي؟ أفاعي العرس والفيران والشعوات. لأنه في بعض الأفاعي مفيدة، لذلك إحنا ما بنقتلها لأنه مش مؤذية وما مش كبيرة يعني. احنا بفلسطين ما بنعيش الا افاعي ضخمه ضخمه، يعني هن اضخم ثنتين العربيه وافاعي الفئران، هذول اطول شيء افاعي بيعيشوا بفلسطين. اما الافاعي اللي بتشوفوها للتصوير الضخمات هذول تعمل التصوير، هذول بكونوا مستوردات من خارج البلد بيشتروا، ولكن غير سماء، هذول بجانب للتربيه او للتصوير. هسا افعى الحريش او العربيه، مين مننا ما بيعرفه؟ كلنا بنعرف ايش يعني عربيه، صح ولا لا؟ العربيه انا بدي افرجيك اياها. العربيد برضو بتغذى على أفاعي سامة واسمه عندنا دائما حارس العقول، لأنه إيش؟ هذا واقي للبشر من الأفاعي السامة. وين في حية سامة أو غير سامة برضو بكلها زي ما ذكرنا قمة الفئران. العربيد هذا مفيد جدا، بتخلص على القوارض وكل إشي بيأذي الإنسان حتى الأفاعي السامة. بوصل طوله لمترين
ونص أو مترين وسبعين سنتي، يعني تقريبا شوي بسين ثلاثة متر. ولكن هو مشهور في فلسطين لكل بلد، صح ولا لا؟ أنا مش مع التربية، هاي للطبيعة، هاي مخطط للطبيعة وصار للطبيعة. هاي الأفاعي اللي أنا بخرجيك إياها على البجكت والشاشات ما بنربيها بالمنازل، لأنه ما نعرف إذا سامة وغير سامة، ممكن تلدغ حدا فيها. ننتقل للبعد العربيد اللي هي الأفعى، هذا طرف العربيد اللي حكينا عنه الموجود عندي هنا، فرجيتكم إياه، ولكن في ناس من ورا ما انتبهوا عليه. هاي محطوط على الشاشة، شايفينه؟ تمام؟ هذا هو فرخ العربيد. في كثير ناس بتفكروا حية تانية، ولكن كمان بتفكر انه فرخ العربيد هو الخبيط الأسود، لا. فرخ العربيد بيكون لونه هيك، بالبني ومنقش بالبني غامق بالأسود. هذا هو فرخ العربيد. وفي عندنا الأفعى البقلوية، مين بيعرفها؟ مين بيعرفها؟ مين في الصحية فلسطين؟ هي هاي حي فلسطين. هاي أكثر أفعى تشبه أفعى فلسطين. نعم صح. طبعا حية البقلوية بالغنى عن صفاتها، ولكن راح نحكي غير سالمة بتاتا. ولكن هي بتقلد حركات. كيف بتقلد حركات؟ أنا بدي أفرجيكم على أرض الواقع. تخوف العدو. كيف؟ أطلب الحركات شباب انا وقفت اليوتيوب ما تشبه أفعى فلسطين. غير إنه تشبه أفعى فلسطين بتعمل حركات لتخوفك، ولكن هي غير سامة. لما إحنا نصطفها بالشارع ما نتكلم معها أو نقتلها، نسيبها بحالها. شوفوا كيف هاي الحركة. شوفوا هاي الحركة يا إخوان. إيش رأيكم؟ حلو؟ الكوبرا. أكمل؟ هاي هي الأفعى البقلوية أو الأفعى النط غير السامة بتاتا. لا لا شوفوا كيف إذا أنا بدي أصطفها بالشارع راح تعمل حركات. اقعد يا حبيبي.
هذا العقرب سام ما فيش معه مزل وسريع جدا. هذا هو العقرب الذخير الدايم اللي بيجي دينه مين لسه هو بيكبر، بس هذا لسه وسط مش كبير ولا صغير، وسط عقرب. بدك جنابي، ما بدك زي العقارب، بدك جنابي يعني ممكن بس جنابي لأنه عقرب فسخ جدا. حكينا عليه انه عقرب سريع جدا، هذا هو العقرب دخيل الدم. في كمان عندنا عقارب، العقرب الاصفر معروف كمان، هو العقرب انه سام مش بالسام، سام موجود منه بالاردن، موجود بفلسطين وكل العالم. هذا العقرب منتشر بكثره يعني بكل مناطق فلسطين. في حدا معقول شافه بالحياه؟ دائما بنشوف زيه جميع المناطق، بحب المناطق الرطبه والخاوعه اللي هي عاليه الحراره، ولكن هو عقرب سام جدا. هذا ايش هذا اللي انا ماسكه؟ اسمه صوت عنكبوت. مين بحب يشوفه؟ انا جبته معي، انا ما بطلعه من البيت ولكن انا جبته عشان الكو. فانتوا شايفينه هذا عنكبوت بيحكوا له الترنتولا. هذا انا بجيبه من برا البلد وفي كثير ناس بتربيه، بوصل لحجم كفه ايدي. شايفين كيف بكبر؟ ولكن انا عندي اياه وسط يعني جبته صغير صغير وكبر. هذا العنكبوت غير سام ولكن في عليه شعر موجود على اجرين بحاله انه انت دايما بنتن هذا الشعر اذا طب جسمك بيعمل حساسيه. وفي له انياب، موجود انياب بالضبط، ولكن هذا العقرب يعني غير سام بتاتا. انا جبته معي عشان افرجيكم اياه. عنكبوت برضو هذا الدول بيجي من برا. العنكبوت هذا بيتغدى على هذا الدول، راح تشوفوا هذا الدول. هذا الدول تغذية للعقارب المستوردة اللي أنا بربيها، اسمه البير روم. هذا ملاعب بروتينات بتغذى على جزر، بتغذى على فواكه وعلى خضر. دود حلو ملان منه فيتامينات، بتصير مغلوب. هذا كله مخصص للعقارب العراقي عشان انا عرضته فيها قبل العنكبوت عشان ما حدا يحكي لي ايش العنكبوت. مش مشكلة الدودة هاي ما بتعمل اي شيء، بتتكاثر كل 6 شهور مرة، بتنشرها. شو نعمل له؟ كل 250 دودة، كل 528 250 شيكل دودة هاي عشان بس نفعل العقاب، لأنه بيجي مستورد من برا. شو بفيد؟ مو حلو ما بفيد. عنكبوت غير سام ولكن إذا تريدين رح يجيك.
الكبوت حلو في منه الواء. شايفينهم؟ حلو؟ حلو؟ هذا هو العنكبوت الترنتولا الغير سمكة. شايفين مسطرة؟ وش اللي بعدنا؟ أنا أروح شوي بس يلعب دائما ماما بتحكي لحاله مغر حلو 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 بس